بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الأربعون: الكلبة واللبوءة. يحكى أن كلبة عيرت لبوءة. يحكى فعل مضارع مبني للمجهول، أن حرف مشبه بالفعل، كلبة اسم أن، عيرت فعل ماض والتاء للتانيث، وفعله ضمير مستتر تقديره هي، والجملة في محل رفع خبر أن. لبوءة مفعول به، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل رفع نائب فاعل. فقالت: أنا ألد ثمانية في بطن واحد، وأنت لا تلدين إلا واحدا. الفاء حرف عطف، قالت فعل وفاعل، أنا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، ألد فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، وهو عائد على المبتدأ، ثمانية مفعول به، في حرف جر بطن اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بألد. واحد نعت، وحرف عطف، أنت ضمير منفصل مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، لا نافية. تلدين فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ، إلا حرف استثناء ملغا أو حرف حصر. واحدا مفعول به لتلدين. فقالت اللبوءة: إلا أني ألد أسدا وأنت تلدين الكلاب، فقليلي خير من كثيرك. فا حرف عطف، قالت فعل اللبوءة فاعل، إلا حرف استثناء ملغا أو حرف حصر. أني حرف مشبه بالفعل، والياء في محل نصب اسم أن، ألد فعل مضارع، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنا، والجملة في محل رفع خبر أن. أسدا مفعول به، وحرف عطف، أنت ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، تلدين فعل مضارع خبر، وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، الكلاب مفعول به. الفاء حرف عطف، قليل مبتدأ مضاف، وياء المتكلم مضاف إليه، التقدير قليل لي، خير خبر مبتدأ، من كثير متعلقا بخير، وكثير مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والله أعلم بالصواب.